sticker. Yeah, this, we have some local garages. The quality of it. Yeah, Chrome and Carbon are one of the garages. They do this car. Some of the very nice. And actually, some of the local garages that do some of this work, they do very, very good work here actually. Inside, outside, engine modifications, exteriors. No, I like the old and the new, it's very, very good. The old, the retro cars. Yes, really, old, really, and also the new, you know, you mix them between the two. Please, Ahmed. Yeah, man. Better for them to see drifting as an extreme sport, so they don't like, so that they come to a certain place to practice it, like on a track. Yes, yes, but this extreme sport should not be used or practiced in normal roads, because then there is, I mean, people who do not know what would happen if you do this. You know, for me, it has been years and years of experience. I know if I drift a car or I use it in the wrong place. I mean, my God, it's in my system. If I wake up in the morning, I will check the weather, the tarmac. It's just in me, because that's the calculation I do when I used to race. Yeah. And I don't expect everybody to do this, but I expect that to monitor it, I believe that awareness and punishment should be parallel to each other. Because like this, the awareness is there. The place for them now is there to practice what they feel is right. You cannot just go on in a road, because the road is owned by the public. Yeah. And the track is for the people who has that passion and has that will, and they can actually do it. Anna. No problem. Thank you very much. Thank you. See you. Sure. Anytime. I mean, مثل هالفعاليات تفيد مستعطي لمجتمع دولة الإمارات. السلام عليكم. اليوم نتكلم يعني صار لي كم أكثر من 20 سنة في رياضة السيارات، واليوم عندنا الحمد لله الاتحاد الدولي للسيارات. دائما إحنا نحاول إن مش بس السباق، لو تنظر حتى الاتحاد والنادي فيه يعني اللي فيه أقسام غير. يعني سواء كان في الاتحاد عندنا في الإمارات أو في نادي، دائما في أقسام تخص الفعاليات مش بس السباق. اليوم هذا يسمونه سباق الدريفتنج، هذا شيء جيد بس لازم يمارس في المناطق الصحيحة. اليوم الحكومة ما بخلت علينا، اليوم عندنا حلبات ما شاء الله تقريبا في أبو ظبي ودبي، حتى في أم القوين، وعندنا في العين، فيعني ما حد يقدر عنده العذر انه يطلع برا ويسوي اللي يبغيه. ثانيا يعني هذا المعرض اللي تشوفه فيه كل شيء، حتى للغواصه فيه، للرسم فيه، لتزويد السيارات فيه، تزويد معدات الصوت او الموسيقى او للرياضات، مثلا واحد يطلع برا في الصحراء، اشياء كثيره فيه. اذا احنا لازم احنا نتمنى الحضور يكون اكثر، نتمنى انه في تنويعه، بس ان شاء الله ان في المستقبل يكون نوعا ما الشباب بعد لازم، هو مش واجب على المنظمين بس واجب بعد على الشباب. ولا تنسى حتى وزارة الداخلية متواصلة معنا. نعم، الحين في عندنا نحن يعني الحلبة اللي موجودة يمكن احسن حلبة موجودة في العالم، وبعد ما تنتهي هذه السنة اظن الناس نحن بنقوم نفكر في اشياء غير. الحين كنا مشغولين انه بس ان هذا الحدث نعم انه ينتهي بالطريقه الصحيحه ويكون احد يعني من انجح السباقات، لكن بعد ما يخلص انا اظن انه بتصير عندنا نظره شامله للفعاليات اللي لازم نستغل فيها الحلبه بالطريقه الصحيحه. نظره ليش الرياضه عندنا مهتمين فيها رياضه السيارات؟ لانه كان بطل عندنا، لكن الحين ليش مثلا الكريكت مهم من العرب؟ لانه ما في بطل، كل شيء له بطل في البلد، بطل وطني. دائما الناس يعني من حكومه او اهل البلد بيحبون الرياضه نفسها. شكرا. 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 سباقات او حلبات السرعه كتنفس للشباب. نعم. شو الخبر الجديد عن الموضوع؟ اليوم يعني ما حد يقدر يتجاهل منطقة الشرق الأوسط لما تيجي لرياضة السيارات. من 5 سنوات أو 6 سنوات ما كانت عندنا حلبات، واليوم الحمد لله عندنا في دولة الإمارات أجمل حلبة وأقوى حلبة في العالم، وأنا متفائل إن ما
بتكون مثلها لمدة 10 أو 15 سنة. في حلبة في دبي، في حلبة أصغر في العين، في حلبة في أم القوين. إذن اليوم هذا متنفس الشباب، وفي نفس الوقت لازم الحلبات ما تعطي بس إلى رياضة السيارات، ولكن لازم تعطي للمجتمع دولة الإمارات الموجود. استخدام الحلبة لازم يكون بطرق كثيرة، مش بس السباقات، ولكن عندك التعليم، عندك الحملات للسلامة، أشياء كثيرة. طبعاً أنا كموضعي ممثل الاتحاد الدولي أني أنا أشرف على رياضة السيارات والدراجات النارية، ولكن الحلبات اليوم لازم تستخدم عند 365 يوم، فلازم نحصل فيها فعاليات أكثر فيها. وإن شاء الله هذا جاي، لأنه يعني بصراحة في أبوظبي نحن نتكلم عن أن الرياضة في اليوم أقول في خير رياضة السيارات، ولم تجي يعني رياضة السيارات ما جاء حب رياضة السيارات من فراغ. أنت في أي بلد في أي مكان إذا كان عندك بطل حب قبول يصير، وهذا السبب أنا أتكلم قبل شوي قلت ليش مثلا ما عندنا بطل في أو بطولة الكريكت ما حد يهتم فيه المواطنين، لأنه ما في بطل. إذا في بطل الناس بيهتمون. وهذا يا أخي يعني بصراحة مشوار أخذ مني 25 سنة، ما بسنة وسنتين، 25 سنة من عمري، والحمد لله. نتمنى هذه رسالة للشباب اللي كانوا طالعين، احنا يعني وضعنا بد حطينا وزرعنا البذرة لرياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط والبلد والوطن العربي، لكن في نفس الوقت الشباب لازم الحين يأخذون هذه المسؤولية. وأنا أتمنى منهم، يعني أنا ما كنت بوصل اللي وصلت إلا الحمد لله بنعم رب العالمين، لكن في نفس الوقت الله أعطانا العقل. يعني لو أنا كسرت القوانين ما وصلت. أنا أحمد ربي أني بعدني شخص قادر وطلعت من رياضة خطرة، لكن لما استخدمتها ومشيت على القوانين وصلت اللي أنا أبغي الحمد لله. ونتمنى منهم يعني اليوم رياضة السيارات مش كل واحد يقدر يكون بطل، في حد يكون جزء من الرياضة، سواء كان مسؤول ميكانيكي أو مدير. هل بيكون بطل؟ هل الميكانيكي بيكون بطل؟ طبعا. هل المدير بيكون بطل؟ احنا عايزين نشوف. يعني اليوم هل محمد المسيم وصل؟ إذا ما كان الفريق المتكامل ما بيقدر. يعني اليوم الميكانيكي عندي أنا اللي يغير لي إطار السيارة ويكون حذر أن لما ركبه بالطريقة الصحيحة وركب الإطار الصحيح، أو الميكانيكي اللي وصل عند المهندس خبير اللي حصل على المشكلة في سيارتي سواء كان في جهاز التعليق أو أي شيء ثاني، لو ما صلحها أنا يمكن ما أقدر أوصل. أنا كنت أتصل بهم بجهاز اللاسلكي وأقول لهم أنا بوصل في الوقت الفلاني كونوا جاهزين. صدقني بعض اللي كانوا معانا احترقت أيديهم، نعم، لأن بسرعة ولا كان يحس. إذن هذا جزء من فوزي أنا، من نجاحاتي. نعم بالضبط. وهذا أنا بالعكس الفريق كامل، وعندنا دكاترة وعندنا ناس مدراء وعندنا أخصائيين، هذه كلهم جزء. أنا لما أخلص أول من يسلم عليه هم الميكانيكيين بصراحة، لأن أنا عملت شيء، الفريق عمل شيء، السيارة الصيانة والمساعد كل حد، ولازم ما تنساهم في الفوز، لأن وقت الخسارة أنت بعد جزء منهم. دائما التوعية والعقاب لازم تكون متوازيين، واحد بدون الثاني ما يصير، والاستمرارية. أنا يليت أن بس ما نعمل فقط اليوم حملة إعلامية وتأخذ يمكن شهر، لا، لازم نوزعها على مدار السنة، للناس عندهم هاي قلت لك يعني النسيان هاي نعمة من رب العالمين، فالناس ينسون. فلازم وبعدين عندك في دولة الإمارات عندنا ما شاء الله يعني فوق 200 جنسية، فإرسال الرسالة صعبة، اللغة عامل الثقافة، يعني كل هاي الأشياء. وزادت عندنا الوفيات للأسف وزادت المشاكل. نحن لازم نعرف أن في خطأ، ونوعية السائقين حتى إصدار رخص القيادة. أنا أتمنى يعني أن لو أنا مثلا لو أروح بريطانيا مستحيل أحصل رخص القيادة إذا ما كنت أقرأ الإنجليزي. ليش؟ أنا في دولة الإمارات لازم العربي أو الإنجليزي. لماذا؟ لأنك أنت الإرشادات على الطريق ولازم تقرأها. يعني هي أنا أوصي الشباب يعني أن إذا الشباب يشجعون محمد مسيم ويشجعون الرياضة، محمد مسيم ما وصل إلا بتوفيق من رب العالمين وبعدين استخدام العقل. اليوم أنتوا ثروة لبلدكم، فإن شاء الله
استغلوا رياضة السيارات بس استغلوها بالطريقة الصحيحة في أماكن روح